تحياتي ليكم في بداية حلقة جديدة من السادسة 72 ساعة تقريبا بتفصلنا عن حدث تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني من زمان من زمان جدا الواحد الحقيقة ما عاش الحالة دي اه طبعا شفنا ماتشات كتير للأهلي والزمالك جوه مصر وبره مصر لكن مباراة في نهائي الكاس هذا الاهتمام حالة الرواج الشديدة جدا حالة الترقب والانتظار اللي افتقدناها الحقيقة من سنين طويلة في واحد من مش هبالغ لو قلت واحد من أهم دربيات الكرة في العالم هنا مش بنتكلم على قصة أرقام أو إمكانيات بنتكلم على تاريخ وبنتكلم على بطولات وبنتكلم على حالة صراع شكرا للأهلي وشكرا للزمالك أيا إن كان انتمائك أهلاوي كنت أو زملكاوي خلينا نتفق على أنه لولا حالة الصراع دي اللي اتولدت من سنين طويلة جدا ما كناش حسينا بحلاوة ومتعة المنافسة ورياضة كرة القدم أجيال كتيرة جدا وأسماء عظيمة جدا في الفرقتين قدموا لنا تابلوهات في سنوات مختلفة وفي أجيال مختلفة ما زالت في الذاكرة عايشة لغاية النهاردة ماتشات كتير جدا بالذات 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 للأهلي والزمالك يمكن على مستوى البطولات وعلى مستوى الألقاب يكون الفرقتين حتى مش بس الاهلي لعبوا ماتشات مهمه ماتشات كانت حاسمه ماتشات جابت ألقاب مش ممكن ابدا تمحى من الذاكره لكن يظل دائما لقاء بين الاهلي والزمالك قصه تانيه وحدوته تانيه وروايه تانيه بالنسبه لاي جمهور من الناديين سواء كان جمهور الاهلي او كان جمهور الزمالك هو اللقاء اللي بتنتظره بحاله من الشغف اللقاء اللي بتنتظره وبتفكر فيه سيناريوهاته قبل ما المباراه تبدا يمكن باسبوع هو الكلام اللي بيسيطر على الشارع المصري قبل المباراه بتبدا بايام وايام هي دي الحاله اللي يمكن المره دي مختلفه شويه واللي اللي يمكن الحقيقه لمدار سنين ومواسم كتير افتقدناها عشان المباراه هتقام لاول مره كنهائي كاس مصر طبعا لاول مره في عند الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه اللي ليهم كل الشكر الحقيقه الاهتمام بشكل اللقاء كل ما يتعلق بتفاصيله الحقيقه يخليك تدرك انك انت عندك واحد من اهم دربيات مش هقول افريقيا ولا طبعا بالتاكيد مصر ولا حتى الوطن العربي هو اكيد اكيد واحد من اهم دربيات العالم وهنا الدربي المقصود بيه حجم المنافسه التاريخي. لما بتتكلم على مانشستر سيتي وبتكلم على مانشستر يونايتد هو منافسه تاريخيه لما بتتكلم على ايفرتون رغم ان ايفرتون ما بيفوزش دايما ببطولات او مش من الفرق الكبيره في 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 انجلترا او حتى في اوروبا لكن لما بتتكلم على ليفربول أفرتون هو ديربي من الديربيات في حاله التنافس لما بتتكلم على بارسا وريال مدريد بصرف النظر عن الحاله وعن الالقاب هو ديربي من الديربيات وهكذا عشان كده لما بقول انت بتتكلم على تاريخ طويل جدا جدا من المنافسه اهلي وزمالك فبالتالي انت عندك واحد من اهم دربيات الكره على مستوى العالم وهنا يهمني جدا اتكلم على قيمه المنتج المصري يعني اتمنى طبعا المباراه دي هي احتفاليه وبطوله طبعا مهمه جدا للنادي اللي ان شاء الله هيفوز باللقب ونتمنى ان شاء الله ان يكون النادي الاهلي لكن في النهايه بصوا الفكره بصوا قيمه المنتج المصري بصوا ازاي حاله الاهتمام وحاله الشغف مش في مصر بس ما عنديش شك انه بل يقين كمان انه هيكون في نسبه متابعه تاريخيه للمباراه دي على وجه التحديد ماتشات كتيره جدا ما ننساهاش اهمها طبعا نهائي القرن لكن في النهايه بشوف ان المباراه دي عامله حاله رجعتنا للايام الحلوه بتاعت زمان حاله الجمهور اللي هيكون حاضر في المدرجات بالذات في ماتشات الاهلي الزمالك والجميل واللي نفسي اشوفه في يوم من الايام بيحصل عندنا يعني ليه لا ما نحاولش ناخد خطوات الظروف بتتغير والعقليات بتتغير والاجيال كمان بتتغير نا احنا ليه متعودين نشوف جماهير الاهلي والزمالك مع بعض ميكس لطيف كده زي ما بيحصل في كل حته في العالم لما الماتش بيتلعب في الامارات او الماتش بيتلعب في السعوديه ليه ما نشوفش ده كمان بيحصل عندنا في يوم من الايام في مصر؟ كل التوفيق طبعا للفرقتين في تقديم صوره مشرفه آه عن الكره المصريه وكل التوفيق للاهلي ان شاء الله في احراز لقب جديد مع آه مارسيل كولر تحت قيادته طبعا لقب كاس مصر.